بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سنرى اليوم كيفية تحويل اللغة الخاصة بالويندوز من لغة إنجليزية إلى عربية أو العكس، أو التنقل أصلا بين اللغات المتعددة داخل الويندوز. طبعا كل ما عليك هو أن تأتي إلى قائمة ستار أو ويندوز في هذه اللغة إذا كان عربي، ثم تذهب إلى هذا الخيار كنترول بانل أو لوحة التحكم، تقوم بالنقر عليها، ثم تأتي إلى هذا الخيار الساعة واللغة، تقوم بالنقر عليه، ثم تدخل أيضا إلى هذا الخيار، تقوم بالنقر عليه، ثم تأتي إلى الخيار الثالث كيبورد أند لودينجز أو لوحة المفاتيح واللغات، ثم تأتي إلى هذا الخيار بكل بساطة وتنقر عليه فتنبثق لك اللغات الموجودة. طبعا هذا في حال أن تكون اللغة مثبتة لديك أو تكون اللغة أصلا نزلت مع الويندوز، أما لم تكن اللغة نازلة مع الويندوز فهذا موضوع آخر. إذا لم تجدها هنا فهذا يكون موضوع آخر، واللغة تحتاج إلى تنصيب، وسأضع حلقة أخرى لعملية تنصيب اللغة إذا لم تكن موجودة هنا، سأضع رابطها أسفل في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله. بعد طبعا اختيارك اللغة هكذا تقوم بعمل أبلاي، ثم يطلب منك هنا أنه سيتم طبعا تسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخرى، توافق أنت هنا، وعند دخولك المرة القادمة سوف تجد اللغة تحولت إلى اللغة التي قمت بوضعها الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة.